ايه اللي حصل على ارض الواقع عشان نفتكر كده مع بعض. الاستاذ وليد عبد السلام مسؤول ملف الصحه باليوم السابع، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا استاذه ايه، واهلا وسهلا بكل الساده المستمعين والمشاهدين في كل مكان، وبشكر حضرتك على القاء الضوء على ما تم انجازه على مدار السنوات الماضيه في ملف صحه، وهو احد الملفات المحوريه والرئيسيه لفخامه الرئيس على مدار الفتره الماضيه، وبذلنا جهود الحمد لله كبيره. ايه هي ابرز الجهود بقى لو نتكلم على اهم المبادرات بما فيهم تحدي كورونا؟ احنا النهارده قدام طبعا انجازات كبيره جدا، اولها لما سياده الرئيس تولى المسؤوليه السياسيه وطرح حزمه من الاصلاحات الصحيه الواجبه والمهمه، وكان اهمها هو اطلاق مبادره 100 مليون صحه، والمبادره الشامله والكبيره والتي تعد بشهاده منظمه الصحه العالميه والمنظمات الصحيه الضخمه والكبرى على مستوى العالم، هي اكبر واهم مبادره تاريخيه حصلت في العالم. استيعابها لحجم البشر ثم الفحوصات والتحاليل وكل الخدمات الطبيه التي تقدمها للمجتمع كانت ضخمه للغايه، ايضا الاعداد التي قامت بتوقيع الكشف الطبي عليها ايضا كانت ضخمه تتجاوز ال 63 مليون مواطن. عدد الفحوصات اللي تمت فيها كانت من اكبر الفحوصات اللي تمت، وكان اهمها طبعا فحص والكشف عن فيروس سي وعلاج الامراض المزمنه زي الضغط والسكر وامراض القلب وكل الامراض المتعلقه بكبار السن. ايضا هذه المبادره استطاعت ان تجوب 27 محافظه ولا زالت تستكمل مسيرتها حتى الان. من ضمن الاصلاحات الصحيه اللي قادها سياده الرئيس برضو على مدار السنوات الماضيه وهو اطلاق منظومه التامين الصحي الشامل في 6 محافظات، هم محافظات المرحله الاولى لتطبيق المنظومه، هما الاقصر واسوان وبورسعيد وجنوب سيناء واسماعيليه والسويس. هذه المحافظات حتى هذه اللحظه اطلق سياده الرئيس منظومه التامين الصحي الشامل، وهي منظومه لا تراعي اي ابعاد اجتماعيه، الا انها تستهدف توفير خدمه صحيه لائقه لكل المصريين تتميز باعلى مستويات الجوده والرعايه الكامله، وتقدم كافة الخدمات بدون سقف لكل المواطنين دون أي تمييز ما بين مسؤول أو مواطن أو شاب أو طفل، إنما تقدم الخدمة كاملة لكل المصريين. والحمد لله نجحت نجاح مبهر وعظيم في محافظة بورسعيد، والآن يتم نقل التجربة إلى محافظة الإسماعيلية ومحافظة الأقصر وأسوان. الآن يتم فيها تغيير جذري بمعنى كلمة جذري لواقع المستشفيات التي عشناها على مدار سنوات ماضية من نقص للمستلزمات وضعف في البنية التحتية ونقص في الأطباء والأجهزة. لو صح التعبير أقول أن مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية هي أصبحت مستشفيات بمعايير عالمية وجودة وصرح طبي وعلاجي ضخم، يقدم الخدمات المتنوعة والمختلفة حتى الجراحات الضخمة التي كنا نلجأ فيها أحيانا إلى السفر إلى الخارج لتوفيرها للمواطنين. الحمد لله قدرنا على مدار السنوات الماضية إن احنا نوفر كل التخصصات الطبية وما لجأناش لسفر حالة واحدة تذكر حتى الآن للعلاج. ايضا هو العلاج مقابل سداد اشتراكات ومساهمات، لكنها جهيده وبسيطه ومتواضعه للغايه في مقابل الحصول على خدمات عندنا في التامين الصحي الشامل، بتقدم للمواطنين جراحات طبيه وكشوفات تتجاوز النصف مليون جنيه. ايضا تم توفير اجهزه تتجاوز تكلفتها عشرات الملايين كله من أجل المواطن ومن أجل خدمة طبية لائقة تليق بالجمهورية الجديدة التي يؤسس لها سيادة الرئيس
على مدار السنوات القليلة الماضية التي تولى سيادته فيها مقاليد الأمور في البلاد. أيضا لو بنتكلم على أهم الإنجازات وبنستعرض النهاردة، لا ننسى على الإطلاق المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس للسيدات المصريات، وحتى هذه اللحظة حصل ما يقرب من حوالي 20 مليون سيدة على خدمات طبية، وهي الكشف المبكر عن أورام الثدي وتوفير خدمات الصحة الإنجابية التي عانينا من عدم توفيرها. يمكن محور المرأة ده برضو احنا هنتكلم فيه بشكل كبير بعد شوية، لكن يمكن حضرتك مشكورا يعني أستاذ وليد استعرضت أبرز الخطوات والإنجازات اللي حصلت على أرض الواقع في الوقت برضو القياسي جدا اللي مصر ماشية فيه، واللي احنا بنتكلم فيه ان احنا مستمرين فيه على الرغم من جائحة كورونا اللي العالم كله اتفاجئ بيها في وقت كل واحد كان بيحقق يعني تحدياته وإنجازاته، لكن مصر على الرغم من كده قدرت انها توازي ما بين مجهوداتها في جائحة كورونا وما بين كمان لملف الصحة بشكل عام.